بنعود لكم مباشرة مشاهدينا الكرام. مشاهدي هنا لبنان، معكم غيدة أجبيلي وروى دتليجي. انتهت جلسة مجلس الوزراء اليوم، خلينا نشوف الوزراء هن خارجين تنحكي أكثر حول مسألة تعيين الجمارك بعد ما كان تم تأجيله. أخذنا نحن كنا طلبنا من رئيس المجلس الأعلى للجمارك، إجت أعطتنا صورة كاملة متكاملة. خلينا نبلش فيها من الأول. أول شيء دولة الرئيس بأول جلسة طلب هذا البند أنه يتأجل درس وبحث أكثر، وطلب أنه قصة المشاركة المسيحية الإسلامية يكون في توافق ومشاركة ضمن الوفاق الوطني بهذا الموضوع، وخاصة بالأجهزة العسكرية. ونحن حبينا نفوت فيها أكثر بالعمل لنفهم قدين نسب بين المسيحيين والإسلام بإدارة الجمارك على ضوءها، حتى نقدر نتحرك. والتوجه في عدة توجهات وعدة اقتراحات لنشوفها ليك ضل القصص ضمن المناصفة بالأجهزة العسكرية، وهذا طلب رئيس الحكومة وجميع أعضاء الحكومة بهذا الموضوع للمصلحة الوطنية العليا، وحتى ما حدا يعني نزيد ومنا مرحلة مزيدات. يعني احنا كمان عندنا مسؤوليتنا كممثلين عن المسيحيين بلبنان، عندنا مسؤوليتنا تجاههم، فنحن متمسكين بهذا الموضوع ونحن نتعاطى بالحكومة ضمن هذا الإطار. شكرا معاليك. بهذا الأثناء خرج وزير الأعمال، بدنا نشير إلى أنه كان الرئيس ميقاتي قد رد على هذه المسألة أو على هذا البند، وقال لدى طرح البند المتعلق بالخلاف الحاصل بالمجلس الأعلى للجمارك بشأن تعيين الخفراء الناجحين في المباراة لتطويعها لصالح الضابطة الجمركية تحدث. خلينا نستمع لوزير الأعلام. الخير والمحبة والتسامح، هذا هو لبنان، وكلنا مسؤولون عن هذه الصورة الحضارية وإعادة النهوض بالصيغة اللبنانية وعدم السماح بإضعافها، وإن شاء الله سننجح باستمرار في هذا الموضوع. وقال نشهد حاليا تحركا لكتلة الاعتدال واللجنة الخماسية، بمثل ما نقدر اهتمام اللجنة الخماسية من السفراء وأصدقاء لبنان بالحرص على إنجاز الاستحقاق الدستوري وبانتخاب رئيس الجمهورية، فإني أؤكد باسمي وباسم مجلس الوزراء وجوب الإسراع باستكمال عقد المؤسسات الدستورية. المسؤولية الأولى والأساسية في هذا الاستحقاق تبقى علينا نحن اللبنانيين، ولا يجوز أن تعيق الخلافات الداخلية أولوية العمل على اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس جديد للبنان. أضاف دولة الرئيس بالأمس تبعت أحدهم يتحدث عن قانون هيكلة المصارف والقوانين الإصلاحية، فأجاب أن الموضوع سهل عمليا ولكن صعوبته هي في السياسة. الأزمة السياسية هي التي تنعكس سلبا على الاقتصاد والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المطلوب، ونحن في الحكومة همنا الأساسي الإبقاء على هيكل هذه الدولة ومنع حصول أي تصدع إضافي في بنيته، إلى أن يتحقق الوفاق السياسي الذي يتيح إجراء الإصلاحات المناسبة. نحن على استعداد للقيام بالإصلاحات المطلوبة، ولكن المشكلة أن هناك تيارات سياسية عدة في البلد، منها من يريد انهيار الدولة بشكل كلي، وبعضها ربما يسعى للمساعدة في إعادة بناء الدولة، والبعض الآخر يسعى للحفاظ على الدولة ومؤسساتها. وقال انشغالاتنا الداخلية لا تنسينا أهوال الحرب على غزة والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وسقوط الشهداء وتدمير البلدات والمنازل وحرق المحاصيل وتهجير الأهالي، وسنظل نعمل للاتفاق على هدنة وإيقاف الحرب، حرب التدمير والإبادة وعودة أبناء الجنوب إلى بلداتهم وقراهم رغم كل ما يحصل. وإننا على ثقة بأن الهدنة التي يجري العمل عليها في غزة ورغم نبرة التهديدات العالية التي تطلقها إسرائيل ستشمل دول المنطقة ونشهد استقرارا طويل الأمد. وقال وحدتنا هي بقوتنا، ودعوتي للقيادات والمرجعيات والكتل والأحزاب لأن تتبصر بما كان عليه لبنان من ازدهار وتقدم وما نحن عليه اليوم، أن نضع أيدينا معا لإنقاذ بلدنا والارتقاء به من جديد.
رغم كل الظروف والتحديات التي تواجهنا. في خلال الجلسة ولدى طرح البند المتعلق بطلب وزارة المالية البت في الخلاف الحاصل في المجلس الأعلى للجمارك بشأن تعيين الخفراء الناجحين في المباراة التي أجريت للتطويع لصالح الضابطة الجمركية، تحدث رئيس الحكومة فقال: لا أسمح بنقل الخلاف الذي حصل في المجلس الأعلى للجمارك إلى مستوى الوزراء، كما لا أسمح باستغلال هذا الموضوع من أي طرف كان أو أي تيار سياسي بلغة شعبوية سعيا لتحقيق مكاسب وتسجيل النقاط. إنني الأحرص على معالجة هذا الموضوع من منطلق الحرص على الجميع وعلى الوحدة الوطنية، وتجنبا لحصول أي خلاف على أي مستوى داخل مجلس وزراء، خاصة أن الموضوع له خلفيات طائفية. طلبت المزيد من الدرس مع التأكيد على قرار مجلس الوزراء السابق، وأدعو الجميع إلى مقاربة الملف بموضوعية بعيدا عن الاستغلال الطائفي البغي. هذا كل شيء. مبدئيا كله توفى علي في تأجيل لبعض البنود. كلف وزير المالية بإعداد دراسي بهذا الموضوع. معالي الوزير، الوزير تسيه ماشي الجلسة عم ننزل المنشور على إكس عم يتهم في بحال مرض بند الجمارك الوزراء المسيحيين سماكم بالاسم، وسمى أيضا حزب الله وحركة أمل بضرب الأعراف كحكومة غير شرعية من اعتبارها. شو بترد على هذا؟ يعني بس تكون حكومة غير شرعية، إذا جبران بيسيل شايفها غير شرعية ما يبقى يبعت بنود لوزراء اللي هني بخصوصنا نحن نمشي له اياهم. في يعرف في شارك احسن بظرف من هذا النوع على التيار الوطني انه يشارك بالحكومه، لانه عدم المشاركه هي قله مسؤوليه. شكرا. مشوا اثنين مشوا. صباح الخير جميعا. بدايه كل التحيه لكم. وضعت مجلس الوزراء اليوم في آخر الإحصاءات التي نقوم بها كوزارة الزراعة فيما خص الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان وعلى كل لبنان، إن كان في الثروة الحرجية أو الثروة النباتية أو الثروة الحيوانية. بالإضافة إلى ذلك أيضا وضعت المجلس اليوم فيما خص الأمن الغذائي بشكل عام، تحديدا من بوابة القمح وتخزين القمح، أتحدث عن الشق المختص بوزارة الزراعة. كانت لي زيارة إلى الأردن وشاهدت كيفية تخزين القمح أفقيا. هذه العملية وضعت أمام مجلس الوزراء حتى يصار إلى أخذ رأي فيها والبت بها، لأنه غير مكلفة وبالتالي نحتاج لتخزين محاصيلنا الزراعية. أتحدث دائما كوزارة زراعة بعيدا عن القمح المعد للطحين المستورد والذي هو من اختصاص وزارة الاقتصاد وأيضا الأشغال العامة والنقل. أيضا أعليت الصوت مجددا في مخص مأموري الأحراش. 7 سنوات مضت ونحن ننتظر هذا الأمر، هذا الملف الأساسي والمركزي، لا لشيء إلا لأنه اليوم غاباتنا تتعرض للقطع الجائر. وكان هناك جلسة مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي الأسبوع الماضي فيما خص هذا الملف تحديدا، وأن نضع آلية توائم ما بين اليوم حاجة الناس وما بين أيضا حاجتنا إلى غاباتنا وإلى أشجارنا المثمرة وغير المثمرة. طبعا هون كمان وضعت الحكومة في خطة وزارة الزراعة لأن يكون لدينا العام القادم 2 مليون غرسة من إنتاج مشاتلنا. هذا الأمر يحتاج الدعم من الحكومة اللبنانية، وعدنا بهذا الأمر وأعتقد أنه في سكة صحيحة. أيضا وضعت مجلس الوزراء في القرار الذي اتخذ في وزارة الزراعة فيما خص اللجنة الوطنية للفسفور الأبيض، لأنه العدو الإسرائيلي كما تعلمون يقصف أراضينا بالفسفور الأبيض، وبالتالي نحن مواكبة لهذا الأمر وحرصا منا على أن يكون اليوم هذا العمل وطنيا، أنشئ هناك لجنة من وزارة الزراعة والسنرأس وباقي الوزارات، إن كان الصناعة إن كان الصحة إن كان البيئة وباقي الوزارات وطبعا الجيش اللبناني. حبيت أضع رأي العام بهذه النقاط لأنني أعلم تماما أنه اليوم نحن بأمس الحاجة إلى التضامن الوطني والوحدة الوطنية في كل الملفات السياسية والاقتصادية والملف الزراعي أيضا. شكرا. أخيرا وبعد طول انتظار بالنسبة لنفق شكة اللي صابوا الانهيار وتم إقرار قرارات في مجلس الوزراء بالعام 2019 وبعد تدهور قيمة العملة الوطنية، طبعا وزارة الأشغال هذا الطريق هو طريق حيوي لأبناء الشمال جميعا، طريق حيوي بالنسبة للدولة اللبنانية.
تم اليوم بقرار من مجلس الوزراء وزارة الأشغال العامة والنقل قامت سوف تقوم بتمويل المشروع بالكامل من المبالغ المتوفرة لصيانة الطرق، وسوف نقوم بتحويلها إلى الهيئة العليا للإغاثة من الصبح، وإن شاء الله يعني لازم من الأسبوع المقبل أن تبدأ الأعمال لإعادة نفق شقة لمعالجة الانهيار لنفق شقة بشمال لبنان. الأمر الإضافي طبعا بالنسبة لمطار رفيق الحرير الدولي بيروت، نحن عم يصير في تشويش بشكل كامل على كامل الأجواء بشرق المتوسط ومن ضمنها الأجواء فوق مطار رفيق الحرير الدولي بيروت، وتم اتخاذ قرار في مجلس الوزراء اليوم بإرسال عبر وزارة الخارجية إلى الأمم المتحدة شكوى حول هذا الموضوع. واليوم كمان تم إقرار اعتماد مالي للجيش اللبناني لمؤازرة المديرية العام للطيران المدني بالنسبة للمراقبين الجويين، وسوف يتم تزويد الملاحة الجوية ب 15 ضابط من قيادة الجيش اللبناني، وتم تأمين التمويل اللازم لهم. وشكرا جزيلا. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي هنا لبنان، كنا قد استمعنا إلى الوزراء بعد انتهاء الجلسة اللي كان على جدول أعمال 27 بندا. البند الأهم كان مسألة التعيين اليوم، التعيين اللي كنا عم نحكي فيه فيما يتعلق بموضوع الجمارك. كان هناك رد من رئيس الحكومة في هذا الإطار، وخصوصا في الموضوع المتعلق ب الخلاف الحاصل بالمجلس الأعلى للجمارك بشأن تعيين الخفراء الناجحين في المباراة لتطويعها لصالح الضابطة الجمركية. تحدث رئيس الحكومة في هذا الإطار وقال: لا أسمح بنقل الخلاف الذي حصل في المجلس الأعلى للجمارك إلى مستوى الوزراء، كما لا أسمح باستغلال الموضوع من أي طرف كان أو من أي تيار سياسي بلغة شعبوية لتحقيق مكاسب واستغلال الموضوع. إنني الأحرص على معالجة هذا الموضوع حرصا على الجميع والوحدة الوطنية وتجنبا لحصول أي خلاف. طلبت المزيد من الدرس مع التأكيد على قرار مجلس الوزراء السابق، وأدعو الجميع إلى مقاربة الملف بموضوعية. بدي أشير إلى أنه هيدا القرار بالتحديد كان قد صدر، أجريت المباراة بتاريخ 24/4/2019، والتعيين كان على دور الحكومة السابقة بال2020. وبال2023 أكدت حكومة ميقاتي هيدا القرار. كما تجدر الإشارة إلى أنه في مجلس الوزراء أيضا في هذا الإطار وبهذا البند بالتحديد كان قد استدعى رئيسة المجلس الأعلى للجمارك ريما مكي للاطلاع منا على الخلاف الحاصل حول تعيين الخفراء الجمركيين. هذه الأجواء من السراي الحكومي. شكرا لحسن المتابعة، كانت معكم غيداء أشبيلي وروادة ليجي.